سبحان يا رمضان من أنزل القرآن في شهرك المزدان شمسا من تزخر الذاكرة الإبداعية التونسية بكم هائل ومحترم من السلاسل والمسلسلات التلفزية الكوميدية التي أثثت الشبكات البرامجية لرمضان أيام زمان. لقد كانت هذه الأعمال متميزة فعلاً على مستوى جودة النص والحضور اللافت للممثلين، على اعتبار أن الكوميديا فن صعب وإضحاك الناس ليس بالأمر الهين. وإذا ما أعدنا مشاهدة هذه الأعمال فلا شك أنها ستسعدنا مرة أخرى والذاكرة لن تنساها. فلنتابع هذه الحلقة من ماما تراكي ناس ملاح. ما تقوليش بيك اليوم صبحت تعفس في حلاب تقعر يا اخي تكسرت لك بالزعفران كاطر الواحد وين يتلفت يلقى العوج. وش بيك انت وين انت وين العوج يا اخي متسمين على بعضكم؟ انا ماني نعرف مازال كان في التفسيخ، لو كان خرجت ومشيت صليت على روحتك كان خير لك. انت لو كانت واظب على الصلاه كيفي توا تولي وين تشوف العوج تغمض عينيك. حتى خليوك العباد في راحه مليح رحمة بوك أكل قضية. أشنو رجعنا المعبود ربي راه والله طول صيح صيحة القضاء. صيح ولا تسكك هكا يا رسول الله، الواحد ما يلقاش باش يشرب قهوة ولا يشري جريدة. نعم بوها العيشة توا هكا ظهر لك كل يوم اللي بيتوا عليه يصبحوا عليها. هذاك المقرص هذاك المعجوب بعد اللي انت عملت لي مقدمة في الدار وكل شيء بالقط والقطمير. قولي بليش صحابني قاعد على باب الصرف يا سيدي. ايه على حلوة لا مستاهل. انا هو الدقوي يلا اللي نعطي فلوسي بالعرمة نولي ناخذ فيهم بالمليمات. ليش بني انا رجمعة ما عطيتكش مصروفك؟
مصروفي من عندك قاعد ناخذ فيه كل يوم يلا. اه طبعا عاد بدا يرمي في القاتل عاد وبدا يدوخ عاد وشد العاده. قل لي تحب اما شوف من هون وغادي التريميستا ما سالتش تشوفها. توا شنو؟ توا عندك كيف؟ كي تبدا تخض فيا حتى يركبني من غزولك عصبي ويولي دم غول الدم ولا اش مغلبه؟ لا لا باس عليك. قرانتي صح سالم تميل وتستعدل. هذاك لو كان تخليني انت رايضة. عاد انت رايضة وانا نضيف ياسر عجميل. محسوب هما ناس يتكلموا على وسخ الدنيا بلاش تعليق. الله يراني مسخ ويراك انت نضيفة بجاه اسمه وعلمه. شي انت ماني نعرف بتتمنيلي كان الدوني. عليه الدوني؟ ما تعرفش اللي قالوا النظافة من الإيمان؟ ما لا تعشي كيفاش اقعد نضيف مومن سنه و... ها انت بعتك تجيب الجريدة ولا الجريدة؟ هاي الجريدة قدك اقراوها ومن بعد رجعوها على خاطر الجيران يستناو فيها. يستناو فيكاش الجريدة؟ هاي ها ادخلها بفرقة واضح طب. هذه جريدة تمشي على سقيها تدور هشليلة ومليلة حتى هي طابت هيك ولا تحليلة. تمليها طوانك اش حرق الشعيرة كاش مدخلك؟ على خاطر عمري ما ريت جريدة تتنقل من يد اليد كان في حنك الحجة. اللي داخل يقرأ واللي خارج يقرأ. الحق الله يرحم والديها هاجر اللي عندها موش ليها. لا الحق مياه كيفها في كل بلاد فإذا بيه الجرائد قيد تفلسة. جيه وجيه نسيتني في العدرة. هاي يقعد يعني يقعد وقرأ ليش ثم يل يا بابا قال يحب يعمل فيها طلعة وهبطة. وين شمخه تيذك هو يجيب خبر قد أخذ عيش. يا سيدي اقرأ لها انت واطلع واهبط فيها وجيب لها الأخبار من كان وكان. الله يبارك. تيزي من الماكلة انت النهار كله انت فمك يرحي اللطف الهم. اشنو استانسنا اما خير ولا توا نشري انا مرايات زاد او كمرايات متاعك مع بعضنا. منين نبداك يا شحيمة؟ لا كي موقف العادة يا ولدي. و هيا ترى اقرالي وخلي شكون الدوام لله حوالينا ولا علينا يا امي. على كل حال اسمع شوف لي شكون مات وما تكلمنيش بالفقه نتاعك فهمت؟ شنو يا اخي عملت كيفك الراجل اللي عالصباح يصبح يقول يا فتاح صبحهم على الواحد. فضلك انت يا حسره وما الناس اللي بقديهم ومعنيهم اول ما يبداو يقراو اللي هاك الخطي عليه انا ما يوالي الشيطان حي. شكون يعرف؟ باهي يا سيدي شوف لها شكون اللي بلع زروسه. الله اكبر فجعتني الهم هذا. شبيه سنين يا امي اللي توفاوا اليوم. ايوه سنين بركه زعما ثبت مليحه. شنو يا اخي جاوك شويه ولا تحبوا من سيدنا محمد الكل هتسافر؟ تي لي انت مش على حاجه ما حبيت نعرف وبرك. باهي يا سيدي شوف لها شكون هما. انت شبيك تقرا في الورقة؟ كيفاش تقرا يا ولدي؟ باش نشوف السيني. ها؟ قاعد شي شوف؟ باش نشوف السينماوات. سينماوات؟ يا ناري على روحي، ما كذبش بوك يا ولدي. توا ديفارك يلعب على الزبيب مش هكا؟ اسمع وديني وما نعبد، يا اليوم لك حتى تسقط في الشارع، فما تقعد. مولانا اسمه علي بن قدور الجراي. مسكين المغبون خرج منها يجري وباحها بلفته. جري سي صالح هذا زعما يكون شي من نسيب راجل بنت اختك. كان صدقني ربي الاسم يشبه البعض. وانت علاش عليك هالحمل اللي هزته؟ ما نعرفوهش ما نعرفوهش. يا ودي العائله كبيره ولو كان يطلع بيناتنا نسب ولا كون ما نقعدوا في الحشمه والعزال يا غلبه. عندك الحق حتى
هما يبداو يلوجوا شكون جا وشكون ما جا. هيا هيا تي تعطيني الثاني، هيا شكون ثاني؟ يلا فيسح. مليح مليح، سامحني امي غلطت، هذا عرس. عرس تحسبوا مات و بعد اللي هو عرس ودخل في القجر. شو معناه تقول لي؟ انت مش قلت لي مات ولا عويناتك تتراقص؟ هو بابا قال لك اللي عرس محسوب كأنه مات ودخل في القجر، احسبوا بات مصبح. عجيب انت، ما انا نعرفه هذا كان يحب كان الفدلكه. هاي قوم يلا فيس، قوم هز الجريده مولاك. يلا الله يبارك، خليه يتقصص ولا يعمل لك كل يحب. يلا فيس اسمع، فيس رجعها لمولاتها وعلى الكلام اللي قالوا اليوم انا وياه. ها يا نهار يا نهار، تو شوف شكون يغسل. هات هات الجريده فيها نظره. هات اصبر بعد. لا قول تعال عليك بحانوت الحاجه، خذ من يده عليك بحانوت الحاجه. يلا هزها يعني برا اليوم انا وياك قلت لك. تو نشوفوا يا بيا ولا بيك، مالك الكلام نتاعك في يعني برا مشي حج ان شاء الله حلق ميناء. اجي برا 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 ما تسمعش كلامه. عجيب إيجا لهون، إيجا لهون، إيجا إيجا لهوني نمو إيجا سياحة إيجا. أرجع أرجع يرجع وقف يرجع تفكرت. قل لي تقرب لي خلني نشوفك بالقديه. وانت اليوم مش بي قادد روايحتك وجيت على هاي؟ ها شنو علاش معامل خلوك حليلتك يا أمي؟ ما عندي برشا ما مشيتش للسينما، عاد قلت اليوم نمشي ونتفرحت شوية. عجيب بديت عويناتك تتحل يا سي شبيبة. لا مش يا ربي ان شاء الله يحلهمنا في طاعه الله اكبر والنبي وربي وطاعه ربي في السينما يا مخصوف الشباب. لا مش سينما هذا. مش سينما هذا، هذا فيلم تاع الحج. الفيلم اللي قالوا عليه يا امي فيه مكه والمدينه وعرفات. يا ملكي في الهضره بالمجد برا ما تبطش. حاضر الله يبارك. ما تعرفش كيفاش يا علي يلزمك معاك خليها تعمل حجه. لا بابا السينما كومبلي وحتى متسكر، معاش يبيعوا مارشينوار هزوم فثما حتى شيء شيء مثلا. هكا هو اللي حج حج واللي عوق عوق. اللي قول اللي تحب. اسمع ايش اقول، السينما قتاش يخرج سويعة والناس كل على برا ما نعرفش عفيس، خاطر عندي رمانة مش حاب نفرقها. الله يحضرني محضر صوت يا محمد وائل. توا باهي كيف قدام الولد اليوم عطيتني برجي وطالعي هكا ما يا اخي. شنو كلمة لا إله إلا الله فيها حصيلة؟ وش معناها الرجل الثاني اللي مات؟ معناها اللي عرس ملك نصف دينه. أسمع ما تبداش تبدل في العذرة، فهمت ولا لا؟ ليه؟ إيه نعم قلت اللي عرس الله يرحمه. عجيب بالفلاقي زعمة زعمة أنت توا ميت. إيه يا حسرة تي توا سنايات ودهور. ما لا قولي ندم اللون بعد القضاء بدعة. عجيب على كل حال ما خذيت الا ما ريت السماء قد لمعه ولا ما حفات ضوافك. حتى عمتك هنونه عيات ما تضرب في الخفيف وحرقت الدين الكتابه والعزامه. الله يسامحك. لكن كل حد يلقى فعله. الله يسامحك، قول اللي تحب ما يسيرش. اما شوف ورحمه بابا لي شوين يا انا وراك وربي راك. ما تخافش مقبطين على بعضنا دنيا واخرة. أما برحمة بوك اللي شواك هاك القضية. على جوابك الطيب نختاره لك فيالي. راني تو ندوخ وما تجي في عيني بلة. يا حسرة وقت اللي كان دوختك تصرفها. ملا تو نقول لك الكلمة المشومة. عشنو رجعنا المعبوكة؟ ملا عاد هاتك البضوعة ويا ناس ما كان بس. والله قهرتني وغلبتني رسول الله يا ربي. دور الغد زوز المقصود اخير. خوذ عام 300 ملي وشد يدك على المصروف. سيد لا تندم. عندي رمانة باش فركها.
يقول لي يا امراه. نعم يا اخي، عيشتك النهار الكل وانت تتفرج في رومان ولا هذاك حال اللي ما يحبش الدنيا تتقعر وتدخل بعضها. الله يبارك يا الله حتى تتهنى على الدنيا. الله لا يعطينا ما يغلبنا. على كل حال دقيقة واحدة وانا نحذيك هون، ما تخليش الدار وحدها. لعيد ميلاده يا اخي جيت بخاطر وجيت. محسن وينو؟ ما صحيتك يا سي العاقل، صحيتك صحيتك. ها شو عملناك يا خالتي تراك؟ شو عملته؟ اي عجيب، وش تحبوا اكثر من هالعميل؟ مشو ما تعملوا فيها وانتم كل عشيه تحد مخوضينها. ها وانتم تفسدوا فيها في رويحكم وفي اولاد الحق الخلق. شنو شوف الشعب قداش يشوف. مش مازال من كليه وانتم كاينكم في محشيشه وعروقاتكم شرتله. ها والدريس حارب الدنيا. ها اكثر من هذا يا وليدي وسيحكم عاطي مسد وانتم كاينكم في اسطنبيلي ولا في عيساويه. شو لا ديما عزوز اللومي عزوز انا تو ندخلك في الحيط. عزوز اتركك تاكلني في الحيه يا 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 صيحه الرقعه اذا من قدامي انت. صديقتي رجاء قالت لي انت سمباتيك. عجيب. وش بيه ولد اسمه طفله يا خالد؟ شغل رسامي انت؟ لا مانيش غلط
غلطة في لاسيامي أما غلطة في الوجوه، وما زال توا واحد يفرق بين وجه الطفل وجه الطفلة. لطيف اللطف ربها واحد يا أمي. عجيب عجيب والله. وهذاك وقت وهذا يا وقت هذاك وقت كان أعطاكم ربي راكم ملمومين على حاجة أخرى. ملمومين ملمومين على طاعة ربي يا جماعة زغزغ يا بوش بومصع لما لمكم براح. عشيب اسمع زيد عليك هالكلام، أنا وراك من اليوم وربي راح خديتك اشحبوا يلمنا نهار أحد بخلاف الرقص. عجيب نعم لازم تتكلم على البلاد والمزود. هذاك هو هذاك ايش نقول لك بلاد ومزود والبخاري يا عاقبتك مزاودي طاف. يا سيدي اوه واش قالك اتكلم بالعربي لتو نخلصها. قل لي جاتك شعرت سيدنا علي انت؟ لا قالك خذ كلام اللي يضحك بكيك وما تسمعش كلام اللي يضحكك. وري ضوء لعويناتك يا متعوس. انا وراك وربي راك والله لما تشوف هاني جيد بلع قلبك. هو هذه يا غتاك انت مانا صغار اش نعمل؟ نهار احد سنه نعمل شعب وتعملوا نعم. وانتم ما كان عطاكم ربي راكم ملمومين على دروسكم ها وعلى قرايتكم وشوفوش عقاب العام تبداو تتغاصوا روك الدجاج عليه بالعظم. ما يهمش احنا صغار صغار عندنا بالمكمش في الواحد فيكم بطوله طنطوله سقف بيته مع عصره. قالك صغار يا حصره مالا رضا ولد بنتي هكا كيفكم يخصكم وبكشيتكم. اما ساعه ساعه يا ساعه ساعه كاسكي شو كاسكي يا رسكي يا معناتها كيف هم هم بسم الله على ولدي اصابع يدك مش قد يا حسره. خد بالك اش تحب تعرف كيفاش؟ ادعي لنا ادعي وتخير الله لا يربحك عليه والله هكا هذا ما عليك قدام وجهي انت طياري طيرك اخي اللحيه والله ما انا هيا وفيتوشي توا. اسمع ايش نقول لك لو كان اعطى ربي يا ولادي ما تخليش داركم هكا كاينها مختر ها وانتم هكا كل عشيه تحد جماعه وكل مره يجيكم فجديده ها وداركم كاين حمام بالغرفه. ايش بدنا نعمل في الدرس هكا هو عجيب لا موتا سوا لا موتا لا موتا لا موتا. تعرف كيفاش؟ اليوم سيد عيد الجماعة الكل بمناسبة عيد ميلادي. عايش كذا بلا ريق بلا عيد ميلادك هذا رويق تعمل فيه امشي استقفى بروحك ومشي اخل على الفيسك خيرك هذا كله ما يقوم نمشي راح فهمت ولا لا؟ قال لك والله قال برا ايش باش نقول لكم؟ اوووه يهلككم ان شاء الله يشيح ريقكم هكا على خاطر وانتم داخلين بعضكم حمص وزبيب يا راجل الشعورات كيف كيف الاول كيف كيف اشوني مازال اللطف يا ربي انا لايق البحرية الدنيا ولايق البنا سليخة ان شاء الله اووو وقالت حلوة ولا ها مازال شي تو باهي ولا يا زلمة الضحك يا زلمة الهلا هلا يا زلمة امي يظهر بك امي اذا كان سخنت برا الدار السلام هذا لا نربحهم خليوني في فوارة هل عليا هل عليا يا زلمة الريق البارد نتاعك على الروح قولي رضا يا مصوت البطال كي زاد هوني ها والله والله يا مماتي ها صديقي محسن هو اللي صدعني العيد ميلاد اليوم. اي وانت بخرولك جاي تدش على سويقات والبخاري الا مليون الهضره كل عند امك وابوك يا متراكي تو نوريك بالمجد انا صدعيته كيما قلت لك العيد ميلادي عيد ميلادك ايش هوني انت لا تهرب ايش قلي وانت يا سي العاقل يا اخي كل نهار حد تتولد من جديد هذه راهي ماش عمال تاع ناس ولاد فاميليا ماشي تاع ولاد ناس فهمتني ولا لا ليه ها بالله والله الحسبه بدات تقرص تجمع توا شهر الكلام توا علاش مالها ماشي مريتش عامل في داركم يا وليدي انت من قلت لك انا غالب عيد ميلادي سيد عيد الجماعه الكل ايش حابين نعمل؟ عيد الجماعه الكل لكن ايش باش نقول لكم؟ زايد والله هدره زايده قال يمشي روح على روحي خير باهي والله هاي اخرج قدامي قدامي شوف شوف باي باي اسطو اوه زيد بابا يا محسن عارفين عايش خويا يا جماعه
شو شو كل كلكم تخرج باب الجنينة. باب الجنينة تلين يخرج. يلا تخرج يخرج. اخرجوا وانتم ما كيف خوفي ستك يا محشم. خوفي ستك اخرجوا. شد اخرجوا فيسح فيسح. هذا شكون؟ هذا لازم بو حيدة من هالمقيس فيه ها؟ جاي باش يخلوضها عاد اليوم هذاك هو يلزم قدامي يحلوا الباب. شكون؟ شكون؟ بنتي خرجوها خير من اللي توا نعرف شنو نعمل. وعواطف هذه بنتك عايش خليقة ولا صنيعة؟ عجب مش هذه الدار اللي كل عشية تحدي يعملوا فيها حفلة بومة؟ ثبت روحك يا عايش وليدي ونقص شوية من حسك الجيران تتصنط. أنا راجل شعراوي وشو عندي عيد؟ عواطف 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 من شوية يا ولدي شو ناس عينك يدخل وين ماشي؟ عواطف هي. عايش قل لي وانتي ما لقيت ما تسمي بنتك انا عواطف؟ شبيه الاسم ما مللكش عينيك؟ لا يملى العين والفضل. ها الحمد لله جات لسامي بلاش فلوس. اش معناها هالكلام؟ على خاطر وكان جات لسامي بالفلوس راك سميتها قربه ولا طاسه ولا هكا حاجه هكا. يا يسي يسي مثل غبيبه يسي مثل غبيبه قال همانه ترى. جايب شو صح رقعته. يا ترى بدل وجهك ويزي من الواحد نتاعك تبوس يدك وتشرفها سبع مرات وهذه عواطف بنتك برا مشي تلقاها في داركم. مالا معيكمش باش تخرجوها الطفلة؟ شنو شنو الكلام اللي تقول فيه؟ شنو معناش باش تخرجوها؟ ولا ما شكل عاطف وعاطف بنته قالك هاك الوجه المحمم هذا هو اللي يقول لك الوسقة في حم والقلعة عاطف مبا بالله هاك اش معناها الكلام؟ اش معناها الكلام؟ اسمع راه الدم عدو طلع على راسي فهمتني وعيني باش تظلام راني. ايوه عارف اش تقول خير لك انت طول عمرك عينيك ظلام وقاعد على وذنيك. اش معناها الكلام؟ على خاطر ترقد عام وتفيق نهار. بالله منك نسمع يلا ترى قل لي. على خاطر في دارك عام العبد وكان ازهد فهمت لا تعرفها لا باش تبيعت ولا باش تشريت. وانت في دارك عاملتها كل متاع كافي شانتات فهمتني؟ مالك وتالكوا في اولاد الخلق. يا تراه دور خليقتك من قدامي وريني عرض كتافك وجد الثنيه ما كانش توا نقول ونفز عليك الناس الكل. فهمت ولا لا؟ بالله هكا والله ملا عوات ما كومش خارجينها كل اللي زرفتوها ملا من باب الخوخه. بالله الا ما نشكي بكم لداركم يصاح. اسمع اسمع ايجا نقول لك في عوض تمشي تشكي ربي بنيتك حل عويناتك وذيناتك واقرا سوره ياسين وهز حجيره في يدك. بالله هكا والله اسمع كلامي ربيتوا انتم اولادكم هك اللي عاملين هاد شاشيتك هاد صباتك وهم عاملين غاق في الحومه. بالله الذي لا اله الا هو نوريكم توا تركم برا يا مخرج برا دور وجهك اسمع دقيق اسمع اولادنا يشرفوك ويعرفوك يا مخرج يا قليل الحياه يا خالتي تريت مني بمحمد قلبي باش يسقط يا خالتي خوفني هالراجل عليه قد ما تقول لي حتى تخوف ولا تخنقه انت عندي خالتي تريت هذاك مخرج يلعبوا اللطف يلعبوا اللاعب البهايم مع الخرشف لكن اش باش نقول زايد خلينا نمشي نروح على روحي. انت جاي يا مرحبا يا عايشك عايش بنتي انت هوني يا مو كيما نقولوا عايشه في دار الناس والناس في دارها. عشيت بحدا اخويا اليوم اي بالمجد عشيت بحدا اخويا ادخل انت خرجت مشيت عشيت في دار خوه والدنيا بعدك تقارت والله اللي صار شنو اللي صار ها هكا هو مالها انت تعطي باللفته وتخلي الدار كامله للوليدات والبنيات يترقصوا فيها قال لك الحق هذا ماهوش بهي ماهوش بهي عادي يا خالتي تراكي اما خير يترقصوا في الدار محفوظين ولا في الشارع عايشك يا زيني من الهضره الفارغه بلا هالكلام نقول لك الحق راهي داركم ولات ممنوعه بالصبع كان ما في بالكش سامحني حتى العباد ذهب بالناس ما يمخل لي حتى حد في راحه عندك الحق على خاطر ما كنتش حاضره على الراجل اللي كان هوني توا وعامل طاروح وهو كشاك شو تتهاضر كيف الجمل فهمت لا وصوته وفيق به الجيران كله فزع بها الحومه الكل ماله وصار داسقه يا لها من داسقه وشكون هالسيد هذا اللي عمل داسقه ما هو مقيس فما كان مقيس فيه اللي يلم فيها مخيك مش كل الكل شنو اللي عمل عنده ما يعمل يده في عمق ما
أنا خرجنا الأولاد الكل من باب الجنينة التلالي وخرجت وعطيته برج وطالب، لكن راهو مشى في عجاجة في عجاجة ويحلف ويتحلف إلا ما يمشي دار الكوميسار. وقالك باش يشكي؟ هو عندك شك في العذراء؟ بعد اللي تعدات عليه تزلبيحة وقالك اللي فات كغرب، قالك إلا ما يعمل الشكاية ويصحوا له فيها الجيران الكل. هو علاش باش يشكي؟ العباد ما هي قاعدة عاملة حتى شيء. اسمع، هذه أعمال يا بنيتي لا يحبها لربي ولا نبي، ما الحقيقة. قلنا وأنت تشهد بهذا خالتي تراكي، إيش تعرفنا إحنا؟ أنا بنيتي بعد اللي باع وأنت ريت السيد كيك للديب، إيش عندي ما نقول؟ نعرفك داخلة ببوشتك وملك متاع في شعيرك وامك يرحمها وين عمها كانت كيف تخرج ما تخرج الا بالسفساري والعصابة والعجار من فوق، لكن انتي طوع ويمين طورت فهمت خرجت من قشرتك. سامحني خالتي تراكي، الناس الكل تطورت مش احنا بركة. لا بنيتي انتي مالت مش تطورت بركة، خرجتي ديك من المازب وانا هاني قلت لك وعلى كيف كراهي البيعة قارصة. نقول لك الحقيقة. على كيفو على كيفو. واش بيك قامت تيقعد؟ خليني نمشي نروح قبل بالله، خلوني مريضه. ما تتغشش ما تغشش يا خالتي، ان شاء الله هذه المره الاولى والاخره نوعدك باش ما عادش يصير حتى شيء ولي. لا يا لا، قولي ان شاء الله طريحه التوبه، واللي ياكل زرع الناس يحط زرعه على ثنيه هيا تبقى على خير. بسلامه يا عمك. خليني نمشي خير. انا اللي فما قلت هو اللي كنت يديلك ملك. باهي باهي سلامه يا خالتي تراكي. لازم واحد بنيتي زاد يقرا حساب الجيري. ماما تراكي ناس ملاح. نسيتي تراكي ناس ملاح. ناس مليح؟ ناس مليح. ها؟ خالتي تراكي؟ لا ناس مليح. أختي تراكي؟ ناس مليح. أختي تراكي؟ ناس مليح؟ ناس مليح، ناس مليح، ناس مليح خالتي تراكي. خالتي تراكي ناس مليح. ناس مليح، ناس مليح، ناس مليح. من الأعمال التلفزية التي شدت الأنظار طوال سنوات طويلة من الزمن في رمضان خاصة سلسلة محل شاهد للثنائي رمضان شطة ودلند عبدو. رمضان يا الحبيبة، لا نحب لا كلامات ولا سلامات، ما نحب كان الصلاة على النبي. والله قلت الحق، خيار الواحد كيف يبدا صاير ماذا به بنقص كلمة ولا يلعب ويفتلك، مش هكا يا سي حميدة؟ هاي هكا صحيح صحيح. تفضل يا الحبيبة. الواحد في سيدي رمضان بارك الله فيك شرف ذيل، حقه ديما الفم زاهي ويلعب ويضحك مع الناس. الواشك العبوس القنطرير، اما لا غالب يا بنتي، ايش تحب تعمل؟ ثم اولاد الحرام وبنات الحرام ما يخليو حد في راحه. اي لا ينام ولا خليو شكون ينام. ايوه صحيح. يا شنو زاد اش فما سي حنيد؟ تعرف هناني البارح يلا ايوه انا متعدي في السوق المثقف وما نفر الا بهالساق يلا تعفس عليا. اي الكونترا متاعي لبعد القطات هك تلفت باش نشوف، طلعوا تراه شكون نلقى. تراه شكون ما عرفتوشي؟ لا اكل قرومه المشومه الحاج حليمه يلا لا تسيب لا ليل لا نهار وين كل الدور وتخوط. اي هذيك ما هي مخرومه مصرومه وعامله روحها حاجه زعما خاصه كان حاجه انتي عنت اللي مشات للحج ومشات سي صالح وهما هبطوا في جده ولقاو ناس معاها مرضى بالكليره. ايوه يصبحوا ردوا هبطت هي في ليبيا. اي شريت الهدايا من غادي وعدت عيد الكبير وكيف روحت الحجاج روحت معاه. الله الله هناني عبيت بالسلعه ندوزنا السرور بالسلعه. قال لك حاج
حاجة لا حاجة بها نيقة ولا طاف بها جمل. وقول اسمع والله هي. يا سي حميدة هي. اسمعتها هالحكاية وما جدتش عليا يا الحبيبة يلا بالمجد مال لكن يلا ما صح رقعتها هنن كيفه تراهي مش فضيحة عملتها لي لا يزي قطعك الكونترا لا يزي ذوبت لي الساق نتاعي زادت عملت لي شوها بالصياح والعياط ولمت عليا هكلا ولاد الكل اي لا تقول شي انا اللي عفست عليها مش هي عفست عليها هيك يا سي حميدة الشوها عندها عي وهي تمشي ولسانها يمشي هذيك طبيعت قال لك قليل الحياه تحير معاه والناس الاولى يقولوا يا الحبيبه اذا غاب عليك اصله انظر لفعله اللي رقعته صحيحة يرخص بروحه وقليل لحية عند الناس زهيد صحيح بالمنجد طوى بالله يقولوا لي نسيمها احنا تشنشين متاعنا ودخلنا في حكاية الحاجة وما حاجة هيا تراها سمعوني هيا تراها قولها شو ما طلعتوا هاشة انا ما سمعتهاش مليح مليح انت والله طلعتهاش يا والله لو كان مش على خاطر حبيبة ما نعودها لا 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 انت طلعتهاش مليح هيا هاني باش نقولها لكم هيا ورد بالك مليح الحبيبة قال لك يلا على شجرة الهل وعرافها مستقيمة ثلاثة منهم في الظل واثنين في الشمس ديمة أو كسهلة سهلة مهلة خمو ترى هذه صندية يا سحمي مال أنا ما أقول إلا الصندية أي صحيح كهو أي طلع أي نظن طلعتها أهو أي اي اي طلعناها يا سي حميدة طلعناها طلعتوها مزورين الحاصل ما يغلبكم حتى حد انسان توما نعرفكم اذا تقاريتوا مع بعضكم بسم الله اي شنيه ترى ما هي صلي اي اصلي اصلي لا والله صحيح صحيح عندكم الحق يبدا يلا الشجره هي الصلاه والعراف هما الاوقات الخمسه عندنا الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء هك ايوه ثلاثة في الظل ديما اللي يتصلاو بعد الغروب واثنين في الشمس ديما اللي يتصلاو في النهار صحيح هذيك الصلاة صحيح ولا لا صحيح اي عندك هنا لا عندك انت لا عندك عاد الله عندك انا حبيت نحصل قلت لك طلعت شي زعما هاي الليلة عندك ترى يا سيدي قال لك على اللي اسمه بالقاف اي والجيم سير به ايه الجيم سلموا للمي والمي سلموا لهلي ايوا ترى عاودها مره اخرى باهي علي اسمه بالقاف هاي علي اسمه بالقاف ايه والجيم ساير به هاي الجيم سلموا للمي والميم سلموا لهلي باهي يبدا ترى خلينا نشوفوها ترى هيا ترى عاودها لنا ها مش عاودها لنا ترى خلينا نشوف حفظتها يبدا قال لك على اللي اسمه بالقاف اي والجيم ساير بي اي الجيم سلموا للميم والميم والميم سلموا لهليه صحيح هكا والله صعيبه ترى عاودها لنا لهليه نعم عاودها لنا عاودها لكم طويو المعاوده في دقيق محرج يا مزوره تحب باش تحصلني اسمع ورحمه امي لو كان ما طلعهاش في غدوه يا زلب يا ونخرق عليهم يا الحبيب الله يبارك الله يبارك بين الغدوه والله يبارك مسلسلات عم زيو القصيرة شفت محلاها مش حاجة كبيرة ياسر انتي ماني نعرفكم ما يعجبك شيء علاش الباهي نقول باهي واللي على قد نقول على قد شيء انا ما يتمنى كل الانتقاد في عوض اللي تشجع الحاجة التونسية وتوري اعجابك بها وترفع في معنوياتها ما هو انتقادي لها هو التشجيع على كل حال اذا كانت نيتك في الانتقاد هي تشجيع باهي ياسر اما مش هذه الحقيقه يا حلوفه فوزي حدك حد المسوقي اما المسوفي غصص
الحلوفة ماهيش فوزية من فضلك. تشبيك تغششت وجبت بقى عندك انت انا معاك. هوا عم زيوجة. زيوجاكم يا الأولاد. عسلامة يا عم زيو. الله يسلمكم. في الغابة وعمره الكل عداه وهو يحطب، كان صغير وقوي ويحطب ويجيب حزمات كبيرة من الحطب وعايش بفايدتها عيشة مرضية، لكن وقت اللي كبر ونقصت صحته ولا يخرج الصباح ويهز فاسه وما يوصل للغابة إلا ما يعيا وما يلم حزمة حطب ويرجع إلا يددش يبيع حزمة الحطب بحق الفطور، وساعات يقعد هو ومرته بلاش عشاء. ونهار من نهارات خرج عمك إبراهيم كيف العادة وتعب في الثنية من كثرة المشي، وقعد تحت شجرة كبيرة في الغابة، وبعد ما ارتاح شوية قام وهز فاسه وقعد يتأمل في الشجرة اللي كان قاعد تحتها. كانت شجرة جميلة ياسر وهايلة وملوحة أغصانها على اليمين وعلى اليسار، وطلعت أغصان جديدة جدد وعروقها خرجت على الأرض. وهز فاسه عمك إبراهيم وحب يقلع بعض فروع من الشجرة ويسمع في صوت يتكلم من الشجرة: أصبر يا إبراهيم، علاش تقص في الفروع متاع شجرة كبيرة كيفي أنا؟ أش عملتلك؟ رد عليها بكل بساطة، قالها: ماني على خطر في حاجة لطرف حطب باش نبيعه ونشري بيه طرف خبز ليا والفاطمة مرتي. تكلمت الشجرة: إذا كان احتياجك للماكلة برك، ما تقلقش نفسك، ما تقلقش نفسك بتقليع الفروع والأغصان، دور على اليمين تحت عروقي الكبيرة تلقى حفرة، مد يدك تلقى رحاه صغيرة متاع قهوة، هزها لدارك، وإذا احتجت للطعام قلها أنت ولا مرتك: دور دور يا رحاتي دور، نسميك للات البدور، وتوا تشوف اش يقع لك. ولقى إبراهيم الحفرة ولقى رحاه وهزها معاه لداره، وكيف تخل في عوض الحطب أعطاه لمرته رحا، خزرت له مرته خزرت محقرانية وصاحت: هش تصلح هالرحال المحنونة اللي جايبها لي؟ تي أنا ما عنديش ما ناكل وانت جايب لي رحاش باش نرحي بيها. قال لها: ها رد بالك، راي هذيك أعطتها لي الشجرة وقالت لي وقت اللي تحتاج الحاجة قلها. وصاحت هي وإبراهيم: دور دور يا رحاتي، نسميك للة البدور يا رحاتي. وهون يا الأولاد الله غالب، جاء الوقت متاع المرواح للعشاء، وإن شاء الله غدوة نكمل لكم الحكاية. وتوا تصبحوا على خير يا الأولاد. غدا يوم جديد من أيام رمضان، ورحلة جديدة مع الحنين والذكريات، فدمتم بخير وإلى اللقاء.